الأحاد والعباد، يا من له الدنيا والآخرة وإليه المعاد. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في دينهم، اللهم انصر إخواننا المستضعفين والمضطهدين في دينهم في كل مكان. اللهم انصرهم في فلسطين على الصهاينة المحتلين. اللهم انصر إخواننا في بورما وفي بلاد الشام اللهم عجل بنصرهم يا قوي يا عزيز. اللهم إنهم حفاة فاحملهم، وجياع فأطعمهم، وعراة فاكسهم، ومظلومون فانصرهم يا ناصر المستضعفين، ويا منجي المؤمنين، ويا مجيب دعوة المضطرين، عجل لأوليائك الفرج والنصر والعافية يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.